اسمي بسام محمد واكد، فلسطيني من مخيم نهر البارد، متجوز وعندي بنتين. أعاني من شلل نصبي، وأعاني من ضيقة اقتصادية ومعيشية. كل شيء بتمناه أنه أعيش عيشة كريمة من خلال فتح مشروع حتى لا أكون عبء على أحد. معكو سهام من حي المهجرين، أم لأربع أولاد، قاعدة بغرفة مطبخ وحمام، جوزي بيشتغل بالخردة. قدي انه جوزي اوقات بيشتغل يوم يومين واسبوع ما بيشتغل فيه. حبيت اوصل صوتي لهالمعنيين ويساعدونا لانه كتير كتير وضع صعب. انا لاجئة فلسطينية مقيمة بمخيم عين الحلوة. ما عاد فينا نقدر نروح لا على حكيم ولا على مستشفى، كشفيتهم كتير غالية، حتى الدواء ما عم نقدر نجيبه. أوقات كتير أولادنا عم بتروح على المدارس بلا لفات وبلا مصروف. عم بحكي وفي غصة بقلبي عم تطلع، حسوا بوضعنا، طلعوا فينا، أشعروا معنا، أشعروا بولادنا. عم نعاني كتير لحتى نعطي أولادنا مصروفهم، وإحنا بنشكرهم إنه هن قدمتونا كأنروا قرطاسية، خففتوا شوي عننا. لكن في ناس حتى ما قدروا يجيبوا شنتات لأولادهم. ارتفاع الدولار أثر كتير على شعبنا بلبنان. أنا اسمي سليم مشلاوي من مخيم بداوي شمال لبنان. أنا عم بعاني من وضع صحي سيء، عندي 4 أولاد وعندي ولدين عندهم نفس المشكلة الصحية اللي عندي أنا. أنا مش عم بشتغل، يعني قاعدين، بيتي كله رطوبة. من حقي كإنسان يعيش حياة كريمة.